السلام عليكم حبايبي، صباح الخير عليكم. جيسبر تكونوا بيان شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا انا في ليدل. اليوم ان شاء الله راح نفرو ليدل ونشوفوا قداه 25 اورو. كما قلت لي نتوما المره اللي فاتت درتوا لي بزاف بزاف دي كومونتير ماشي بيان، تقولوا بلي فوالا ما نتاع المره اللي فاتت تحت كارفور وغالي ومننا. ترى هذه ها جينا ليدل. ليدل هذا معروف بلي لي بري نتاعو رخاص. راح نديرو 20 اورو نشريو بها واش نقدروا نشريو بها من هنا من حوايج تاع الدار ايتو، ونديرو 5 اورو نخذيوها نشريو بها اللحم واش يخص معاه. ريحوا معايا في الفيديو هذا ان شاء الله. وراح ندير راح نشري واش نقدر نشري ليا انا، صافي واش حنستعمل ليا انا. وكل واحد يقدر يشوف لي بري ويدير حسابه هو واش يحب واش يقدر يشري واش ما يقدرش يشري. هذه هي، ريحوا معايا. Alors, normalement, pardon, madame. Ça sert un peu. Quand il dit, on parle, il dit, on parle. هنا الدنيا ماهيش كيما اللي هي، كلش محطوط في سطايا. هنا كلش تلقاوه في الكراتم. نديرو شويه غاتو وانا نشتي هذا نشرب به الحليب الصباح. كيما هذا كيما راكو تشوفو فيهم زوز فيهم 200 غرام 200 غرام، بانو رو 29. وهذا Un responsable du magasin est demandé en caisse numéro 1. كما تشوفوا هنايا هو الطون والامورات هذو. كما قلت لكم هنا ماشي كما كارفور، كلش تلقاوه محطوط في بلاصتو. هنا كلش تلقاوه هكا في الكراتم. هنا لازم تقراو برك، كل حاجه تقراوها برك باش تفهموا بلي هاي هذه اكزامبل تاع هذه وهذه تاع هذه. كما هذوما لي بري تاعهم هام الفوق، ولي بري تاع هذو تلقاهم صافي كل حاجه تلقاو البري تاعها فوقها. سي كوا سا الصومون من هنا انا ما نحبوش. حنا نديو الحاجه نديو الحاجه المبارخه هذا ب 90 سنتيم بالطومات، وانا نحب هذا صوي بالطماط مليح. نديو زوز ها نديو زوج. هنا لتحت هو كاين سيغ جو دي سكر بودر 69 سنتيم. انا عندي سكر ما عندي ما ندير به. هذه فارينة 49 سنتيم. ربيب 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 هذو ما تسعة أنا روبن تانك. وتقدر تشري الكبيرة الكبيرة هي بكروة روبن تانك. ويش تاع النظافة هادو. بابي سويتو غابدو اورو الفوق انا اورو 99. عجبني البقال تاع الزيتونة بدو اورو 29.
هذه الطومات كيفاش نقول لها شغل طومات كونسونطري بصحيه ماهيش هاي 45 سنتيم نديو زوز عندكم اللوبيا تطيبها ديريكت نفخه واجده هاي 79 سنتيم نديو وحده انا ما نعرفش نطيب بصح معليش ما نعرفش نطيب فنسيه كيفاش نتعلم نديو وحده لوبيا وحده بواشيش واجدين صافي غير دير لهم غير تمرقهم برك دير لهم صوص طوماط وامور تاعها دي وادي فرماج رابي فيها تروا فرماج 1.29 زيدو نديو فيها واحد واحد بريزيدون هاب 1.52 اه بار اكزومبل هادو ما تاع لي كوش هادو فيها 100 بثلاث زورو اه ساك تاع بصلة 1 يورو 1 يورو ساك تاع بصلة خيار جالسي ناسي واحدة خيار بأنورو زيد اني ما نحبش نشري باسكو ما نطيبش ياسر في الدار وما نحبش نشري باش نطيشهم من بعد الحوايج هاي طومات بأنورو 60 ديرو بها سلاطة مع الكوكومبر من هنا نزيدو نديو شوية دي فروي شو هذا بنان هكا ريزان دو أورو
29,42€ s'il vous plaît. Par carte. حبايب كيما راكم تشوفوا كملنا ليكورس نتاعنا هام دو ساك بلان دركي نوصل للدار نوريكم واش شريت سقمت لنا قريب 30€ 29€ كلكو شوز باسكو نسيت روحي قاعد غير نهز مي ليسونسييل زايده 5€ البيجي اللي كنا دايرينه في بالنا كنروحوا للدار نوريكم واش شرينا كاع واش حبيت نقول لكم ثاني دركا نروحوا نفوتوا نشريو شويه لحم نشريو لاشتا بدو ولا 3€ وريحوا معايا خلاص السلام عليكم شويه سكالوب يرحم والديك قداش سكالوب؟ 8 قطع دير لنا بواحد دير بواحد 3 دير لي 3 اورو برك دير لي 3 اورو نشوف سينو زيد قداش تجي ا بيبري؟ كوبي هي روح كوبي طنش اني واحد ديال الحاج وما طيبش ياسر اليوم برك نفحت لينا ياسر اسمع بصح ترونشيهو ليا خير ربي هذاك ديجا خير ربي وري لي برك قناعت في الكاميرا برك ها خويا ب 3€ ها ثروة أورو مذبوع على الطريقة الإسلامية هاي السلام عليكم خالتي نربي هنيكم السلام عليكم خوتي الأعزاء أنا دخلنا لك الدار هذا كاع وشرينا اليوم شرينا العنب قاطو تحتو البنان قاطو زوز بايط صوص طوماط فروماج زوز بايطون واحدة لوبيا واحدة حمص البصل الطوماطيش من تحتو التفاح الخيار كامونبير طروا فروماج البيض الزيتون جلوش الكوكا و 3€ سكالوب جات قريب 400 غرام سكالوب هذه هي خوتي العزاز كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم شرينا اسقى منا كل شيء ب 33€ يعني بور موا سي با انورم يعني شريت بزاف حوايج اللي يحكموا لي على الاقل اون سمان يعني شريت ما شاء الله حوايج وزيد راني وحدي وهذا خاوتي برك هذا صافي راني شريت واش خاصني انا نتوما تقدروا تشريو نتوما واش تحبوا نتوما على حساب واش تشوفوا باسكو على قد ما تشري الحوايج كبار زعما كيما نقولوا البيض تشري وحده كبيره تسقام لك موان شير كون تشري زوج صغار يعني فيها بزاف حسابات اخرين هذه هي وبرك ما تحسبوش ما تكومباريوش مع الجزائر باسكو هنايا واحد كيعاود يسلك 1200 ولا 1400 ويشري ب 300 ويشري ب 30€ يعني ماهيش بزاف بصح كون واحد في الجزائر يسلك زوج ملايين ويشري ب 300,000 سي بزاف غاليه هذه هي برك خاوتي ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لنا لايك سبسكرايب في القناة وبارطاجي الفيديو مع صحابك وخليو لنا التعليق اذا عندك ما شفتوكش حاجه ولا مننا ولا منا حابين نقولوا حاجه قولوها لي في تعليق ودمتم في رعايه الله وحفظه ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله السلام عليكم.